فيديو كان في برمان للناس السودان في برمان عنده اسمه قاسم فرق بيه زمن تمام يا شباب ظاهر عليهم المعلمين القدام ببيع لبن الزول ده ببيع لبن وببيع معاه بسبوسه صغيره كده ومش ستيتش وشنو وشنو حاجات صغيره الزول ده لتر بيفتح 2:30 صباحا 3:30 صباحا بيفتح يلقى الناس تجاوب على كده الناس دي منه جاي للبن الباستا بتاعته دي لتر اللي بتخلص قبل اللبن لانك انت ما بتشرب قبل ساعه لما تكون قاعد عليه الفيافي زي ما بقول صح؟ فدي قلت لي انت عملت كروسيلينج تصغير جبت الباسطه يعني ممكن تكون باسطه ما يسرح باسطه ممكن يكون في واحد ثاني من القطوع بيعمل واحده اجدع منها لكن شنو؟ لكن هو عنده المايند بوزيشننج البوزيشننج بتاعه بالبلد تمام؟ طيب يا شباب يلا نرجع للبي ار ازم بي ار في دوز كثيرة انت ممكن تستعملها عشان تشتغل بارت من البي اي مذكرين انك تستعمل البي اي ده لبارت الجزء بتاع الاول اللي هو بتاع الوير هاوسينج وكيف نجيب الداتا من السيستمز ونحطها في الوير هاوس بتاعنا كويس والجزء الثاني بتاع الريبورتنج اللي احنا شفناه ودينا الريبورتس بانسايز ديفرنت والجزء الثالث بتاع الداتا مايننج ده اللي هو شوية في جزء أناليسيس وجزء أناليسيس تمام؟ فالثلاثة دول هم الديفرنت تولز بتكون موجودة عليهم كويس؟ يعني مثلا في الفيجواليزيشن حاليا ده أحسن واحد ده الأورك والتابلو في البروجرام والأناليسيس والمايند الآر والساس كويس؟ في الداتا وير هاوسينج اوراكل اوراكل ومايكروسوفت تمام طيب اريا اوف ابلكيشن كلها بي بجوش في وحدات بجوش كثيره شديده في وحدات بجوش كثيره في وحدات مقبوله في حاجات ده اوبن سورس مثلا ده اوبن سورس ده في منه حاجه فري ولكن حاجاته بقت فور فري معظم الحاجات معظم الهايلايت ناس اوراكل بيعملوا حركه ظريفه جدا بيدوك البرودكت ستاندر واي حاجه تقدر تعمل عليه تدفع فلوس لكن يعني الشركات الكبيره دي ما بتكون مستهدفه الاندفيدوال فلو انت داير تشتغل انت اندفيدوال بتجيب الحاجه وخلوك تشتغل اول ما تبقى كوربريت وتدخل قروش تبقى تضحوك عنها تمام لكن دائما في طريقه انك انت تشتغل حاجه بيلم معين يعني مثلا الناس تابلو دين البرودكت بتاعهم عندهم حاجه اسمها تابلو ديسكتوب بيشتغل شغل بتاع فيجواليزيشن وريبورتس زي الريبورتات اللي شفناها في البدايه والشارت والماب وشنو شغل ممتاز جدا التابلو ديسكتوب ده غالي 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 بعيد يعني مهما حاولت تتطور تشتري صعب لكن عندهم واحد ثاني اسمه بابليك بيعمل اولموست 97% من الحاجات اللي بيعملها الديسكتوب ايوه ما هم شايلين التريل كي اللي بتخليك ما تشتغل في كورك ما هم عايزين ما هم مش كده انت ما تشتغل بس لو بتجيب قروش انت عندك قروش كتير الناس دي ما دايرين يسرقوك الناس دي دايرين يعملوا زي انت عندك قروش كتير ادفع علينا إذا ما عندك قروش كثير وأنت شغال على نطاق طيب اشتغل بالبابليك ما في مشكلة. Almost 97% of الفانكشناليتي بتاعت الديسكتوب قاعدة في البابليك تمام؟ جاسبر اها بتاعهم دي الأوبن سورسز أيوه يلا برضه الأوبن سورسز دي ذاتها موجودة بتاخد ده بزنس انتجن سوليوشن كامل كامل من الـ ETL ورا لحد الـ وانا اشتغلت ايوه البروجكت بتاع التخرج بتاعي ده بعد كم من حد لما نمشي معاه والجامع وانا صغير لما نمشي معاه والجامع بيجي مبسوط مني بعد ما خلينا نلعب كوره بعد ما خلينا نعمل حاجه
student did behavior, he grabbed a behavior from his father. صح؟ طيب. بعد ذلك, just help in business decision, yeah, marketing segmentation and predictive analysis. تمام؟ طيب. لو قلنا دي زي السامبل, زي السامبل أنا قلت حسي فيها. Check your grocery to know your preferred food and drink. برا لما كنت تعمل الكاشير, انت لو عندك كاشير في حتة برا السودان, الكاشير بيعمل بيحسب الجروسريز, بيقول انه كاستمر اكس اشترى كده, كاستمر اكس ده لو عنده البطاقة بتاعته دي اشترى جبنة 10 مرات الشهر اللي فات, بيرسل له ايميل عن الاعلان بتاع جبنة جديدة. تمام؟ فدي behavior بعمل لها analysis بدي عليها الزور. لكن عشان ادي الناس دي الحاجة دي بعمل لهم حاجة اسمها customer segmentation, بعمل لهم grouping. خلينا من الكلام ده, الناس اللي عندهم نفس ال behavior اخدتهم مع بعض عشان اديهم حاجة بيزن على ال behavior بتاعهم ده. اول grouping انت بتعمل انه كده, that's a grouping, that's segmentation. لو تشيل الذين ما في الذين, دي أول segmentation أنت بتعمل في الذين, أصحاب الكلية, الشباب لما يكون دايما بيشيل بيت الكلمة منهم, بيكون عندك segmentation زي ده موجود طبعا. كويس, الشباب هاوس وايز سودانيز ولا أمريكان ولا كده. كويس, كل segmentation دي بتكون مبنية على حاجة فاكتور معين, either age, either location, either interest, either habits. تمام؟ ده الجروب بتاعي انا. جروب فيه جروب صراحة. دي ما حاجة دي ما كنت بعدين. جرين تي, جرين تي ودايت وكلام هذا ما بينجح. ما بعرف ما بينجح. تمام؟ طيب عندنا ثلاثة بارتس مهمة جدا في الكاستمر اناليتكس, اللي هو الجزء بتاع الديسكربتيف اناليتكس. انا كيف بعمل الجزء الاول اللي هو انا بدي بشوف ديسكرايب ذا بروبلم والدليل حاصل شنو؟ ديسكرايب ذا سيتويشن اللي هو بيبدا بالاكسبلوراتوري ريسيرش. اور سيلز ار ديكلايننج, واي؟ ليه؟ حصل شنو؟